هاي، انا ياسمين عبد الجواد ستايلست، وبما ان احنا داخلين على فتره اجازات واعياد خليني اوريكي اربع اطقم مختلفه ما بين شيك وكاجوال تقدري تلبسيهم في اي مناسبه فيها. اول اوتفيت اخترته ليكم النهارده هو جامب سوت، بس هي جامب سوت شيك شويه، تنفع تلبسيها لو رايحه زياره او عشاء بالليل. انا ما عملتش فيها بصراحه اي حاجه زياده غير اني لبست طالون من نفس الالوان اللي موجوده في الجامب سوت، خليت شعري يبقى نازل بطريقه رقيقه كده واكسسوارز خفيفه جدا. تاني اوتفيت معايا النهارده كاجوال شويه بس في نفس الوقت رقيق بسبب الوانه والبرنت بتاع الورد اللي فيه، ينفع تلبسيه الصبح او بعد الظهر لو انت خارجه مع صحابك رايحين كافيه او خارجين في اي حته، سهل جدا ان انت تستايلت علشان تلبسيه في اي حاجه من الحاجات دي. تعالي اوريكي. البيس الثالثة دي بقى رغم انها بيزك جدا بس ستايلش قوي، طبعا انتوا اكيد مخدودين من اللون، بس صدقوني بشوية اكسسوارز مع بلت او سلسلة طويلة ممكن جدا ان احنا نخلي الاوتفيت ده من بيزك لترندي وستايلش. خليني اوريكم ازاي. تعالوا اكلمكم شويه عن انا ازاي عملت ستايلنج للاوتفيت ده. اول حاجه الاكسسوارز، لبست سلسله طويله وكبيره علشان تملا الجزء اللي فوق، وكمان حطيت حلق جولدن نفس لون السلسله برده كبير، زودت حزام علشان يدي ويست ويدي شيب شويه للفستان ما يبقاش ساده وطويل، واخر حاجه غيرت لون الليبستيك حطيته برده حاجه من نفس الالوان البنيات فحطيت نود ليبستيك. اخر اوتفيت بقى معايا النهارده كاجوال جدا، بس مش معنى ان هو كاجوال ان هو مش شيك ولا ترندي. اخترت بنطلون يكون لونه برايت جدا زي الفوشيا اللي انا لابساه ده، وعليه تي شيرت بيزك بيضه تنطقه شويه، رفعت شعري بوني تيل علشان باين قوي الكاجوال لوك اللي انا عاملاه، وزودت عليه سنيكرز بيضه تقدري تلبسيه الصبح لو انت خارجه رايحه تفطري او خارجه رايحه النادي، وحتى لو خارجه بعد الظهر في حته حلوه انت ستيل لابسه اوتفيت كاجوال جدا بس شيك. وبكده بقى وريتكم اربعه لوكس مختلفين تقدري تلبسيهم في الاعياد او المناسبات ما بين فساتين او جامب سوت او حتى بنطلون وتوب. اهم حاجه افتكري ما تتخضيش من الالوان الفاقعه، بالعكس دي كلها حلوه جدا للصيف وترندي، وتقدري تحطي لها شويه اكسسوارز بسيطه جدا تنطقيها. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، ويا رب تكون الاوتفيتس عجبتكم.